Defying Death. النادلات في الثلاجة أثناء إطلاق النار في واكو. على ما يبدو أن نادلات واكو النصف عاريات في توينز بيكس اختبأن في الثلاجة خلال حادث إطلاق النار بين عصابات الدراجات النارية الذي خلف 9 قتلى، حيث فر البعض هاربين بينما كان الرصاص يزق من حولهم أثناء فترة الغداء في المطعم التكساسي. قامت النادلة الساخنة كريستال فالديز بمراسلة الأصدقاء عن طريق الفيسبوك، بينما قامت النادلة أليسيا أورتيز بالإعلان عن أنها بخير من خلال صورة سيلفي على الفيسبوك. لم يشعر الآخرين بحسن الحظ، فقد شعروا بالأسهل خسارتهم العمل. لم نستطيع الحصول على مفاتيحنا أو السيارات أو الجوالات حتى انتهاء التحقيق، فهل أعطاني أحدكم توصيلة؟ لقد هزني ما حدث، فقد خسرت جوالي وسيارتي وعملي، ويا للأسف على ذلك وعلى أرواح الذين قضوا نحبهم. وعلى الرغم من أن ما حدث كان كارثة حقيقية، كتبت السيدة إليسيا أورتيز على فيسبوك تقول بأنها سعيدة للتعرف على زميلتها في توين بيكس. فكم تستطيعون يا سادة أن تصمدوا داخل الثلاجة؟